8 يناير ده تنفيذ القرارات بتاعت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء إن هو في إضراب جزئي في العيادات الخارجية بس، إنما الطوارئ ما فيهاش إضراب زي ما أنت شايف كده المكان شغال، هنا الطوارئ المكان شغال. الحالات الباردة اللي في العيادات الخارجية هي دي بس اللي فيها إضراب من يعني النهاردة فقط من الساعة 8 الصبح للساعة 2 الصبح. عندي المدام كانت ميتة في بطنها بقاله أسبوع، جيت هنا يوم الأحد اللي فات قالوا لي هات يوم الثلاث، جيت يوم الثلاث قالوا ان يوم الثلاث اجازه، جيت النهارده قالوا احنا عاملين اضراب مش هنعمل اي حاجه. بيقولوا مش مستشفى مش شغال. طيب. مش شغاله ليه؟ طب انا عايز اعالج سكر عالي عندي وعندي صباعي مخروم مش عارف اعمل حاجه وعندي القلب وعندي نقرس وعندي جميع امراض الدنيا بخبت في المستشفى دي. النهارده طبعا مع الشغل مع حفل التوصيات النقابه جميع العمال النقابة برضه الشغل متعلقين بالشغل ما فيش ده كان اصلا عيادة خارجية فاحنا متواجدين ففي حالات طوارئ بتشوفها